قالوا بكرة عيد الحب واليوم عيدنا الجمعة، نحن احتفلنا وانتهينا. الما عندهم مناهج والمتخبطين والذين دخلوا جحر الضب مع اليهود والنصارى خلوا يحتفلوا بعيد الحب بتاعهم بوردة حمراء ولا طرحة حمراء ولا شراب أحمر ولا بطيخ حمراء، إن شاء الله عين حمراء. الما عنده ده كله يبقى عينه حمراء. قال عيد الحب، قال عيد الحب ومحلات ورزق الدين، ويقول لك تسوق المرة في عيد الحب. تسوق وين؟ تسوق المرة قال في عيد الحب، قال تمشي تشتري لها هدية. قال انت مطموس الزمن ده كله تجيب لها هدية؟ هدية في عيد الحب؟ الأمة عندها خصوصية، خصوصية ثقافية وخصوصية حضارية. نعم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم التوراة بيد عمر رضي الله عنه فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. أنا اتبع نحن الأمة الوسط سفاسف وسخافات الأمم المنحطة، الأمم التي لا تعرف من الحب إلا الجنس والجسد. الحب في العصر الحديث رواية ممسوخة عرضت على الأطباق. المسلسل التركي قال ملك الحب، قال الحب كمان بقي عنده ملك؟ يا سلام، ونحن الملوك الثانيين مكرهيننا. الحب ذاته بقى فيه ملك ولا كيف؟ ملك الحب قال حب العمر، قال يجيبوها لك مصورين مع البت العريانة، ويجيبوا لك مصورين والبعلق ده مسلمين وبيصلوا صلاة الجمعة، تخيل. وفي محلات بقت الصور كثيرة، اكتب لك فلان وفلانة حب العمر، حب الجسد أم حب اليم؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حب العمر، حب الانغماس في الشهوات لأنهم ما ذاقوا حب الله وما ذاقوا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين. هل يفعل هذا من ذاق طعم حب الله وطعم حب رسوله صلى الله عليه وسلم وعاش بهذا الحب سعيدا؟ قال لك يوم عيد الحب الشباب يطلع في الشوارع لابسين أحمر. قال لكم منه؟ الكفار؟ تتابعوا الكفار؟ ولو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه؟ تدخلوا مع الكفار حتى جحر الضب الخرب؟ ما قيمة هذه المسألة؟ عشان قسيس يعمل عيد اسمه عيد عديد، عيد كل يوم 14 من شهر فبراير شهر 2 وهو عيد مرتبط بآلهة الإغريق واليونان الوثنية. كان الشباب اليوناني فيه يأتون ويجتمعون بطقوس، ينظرون في وجوه البنات ويضحكون مع البنات الحسان ويرتكبون الفواحش. ولما جاءت النصرانية وعجزت أن تصادم المجتمعات وأن تغير ذلك أقرت هذا العيد وأسمته باسم قسيس من القساوسة. ما في عيد اسمه عيد الحب،